Yeah.
برشلونه. بسم الله الرحمن الرحيم. ابراهيم الماحي الرئيس ديال نهضه الجزائر لكره اليد. اولا كنبغي نحيي هذا البيبليك، هاد الساكنه اللي ولات كتعشق هذه الرياضه، هذه ولات كتنفس كره اليد، على هذا الاستقبال اللي صراحه ما كانش في الحسبان. كنا جايين مسخسخين، جايين ندخلوا للمدينه نمشيو بحالتنا نعسو، ولكن تفاجئنا بهذا الحضور الجماهيري وهاد زعما واحد الاحتفاليه واحد الاستقبال. كنحييو كل من كان سبب في هذه الاحتفاليه هذه وهذا الاستقبال هذا، وكنهنئوا راسنا اولا، وكنهنئوا الساكنه ديال مدينه زايو بهذا الوسام اللي تعطاها بفضل هذه الرياضه هذه، وهاد الابطال هذو اللي دافعوا على الالوان القميص ديالهم ورفعوا من الاسم ديال مدينه زايو في ساحه كره اليد الوطنيه. دابا ولا عندنا فريق نفتخروا به اللي غيستقبل فرق صفوه اللي ولا كيشارك في قسم ممتاز ضد اعتاد المدارس الوطنيه، وهذه المدينه ديال زايو اللي كانوا كيسولوا فين جات، كيف ما قال الاخ يوسف توفيق فين جات، كنا كنقولوا ما بين مدينه بركانو والناظور، دابا غادي نوليو نقولوا ان فريق مدينه زايو كتواجد بسوبيريور. الحمد لله هذا الشيء ما جاش من لا شيء، هذا الشيء جا مجموعه المجهودات اللي تضافر كل المكونات ديال المدينه باش اننا نوصلوا لهذا المستوى هذا. كنشكروا كل من ساهم من قريب او من بعيد، من ذاك اللي كاين في خلكواري حتى الاخر واحد تنقل لمدينه اسفي او لمدينه مكناس او من هاد الناس هادو اللي استناونا في هاد المدينه هادي، باش تستنى فريق ديالك حتى لجوج الليل وتفرع معاه هكا، راه هاد الشيء ما كاينش بلاصه اخرى. كنفتخروا وكنعتزوا بالانتماء ديالنا لهذه المدينه هذه، شكرا جزيلا. كنسمح عندي بزاف ما يتقال، عندي بزاف ما نقول لهذه المدينه هذه ولهذه الساكنه هذه، ولكن الكلمات خانتني والجمال والتعبير خانوني. اللائحه ديال الشكر طويله. انا كنواعد المتتبعين ديال هذا الفريق هذا انني غادي ندير واحد لافيديو اللي غنشكر فيها وغنحكي فيها المسيره اللي بدات بخطوه، بدات باجتماع في قهوه، بدا بعهد او لا بوعد ما بين المكونات ديال اسره نهضه الجزائر لكره اليد. هذه الاسره هذه اللي بدات صغيره وبدات كتكبر حتى ولات مدينه كامله. وكنشكر كل من هنأنا داخل المدينه او خارج المدينه، الانديه الوطنيه اللي صرفت لنا التهنئات، وغنشروا داك الشيء عبر الصفحه الرسميه ديال الفريق هذا. وتحيه رياضيه للجميع وشكرا.